السلام عليكم. أخذنا بالمحاضرة السابقة فورير سيريز، وقلنا فورير سيريز ممكن نستخدمها لتمثيل البيريودك فانكشن على شكل متسلسلة بهذه الصورة. ال FT equal A naught over 2 plus summation من 1 للإنفينيتي AN cosine M by T over P plus BN sine M by T over P. هذه فورير سيريز. فورير سيريز لكتابة فورير سيريز للدوال الدورية نحتاج الـ AN ونحتاج الـ BN. الـ AN طبعا من ضمن الـ A نوت والـ BN، لذلك فأي دالة دورية تكون معرفة ضمن دورة واحدة نقدر نكتب لها فورير سيريز. وأول خطوة نسويها لازم نحسب الـ AN والاي نوت والبي ان والبي ان. راح ناخذ اليوم امثله على كيفيه كتابه فورير سيريز. المثال الاول يقول what is the Fourier expansion of the periodic function whose definition in one period. in one period اذا تلاحظون ده يقول لنا اكتب فورير سيريز لدوله دوريه تكون معرفه بدوره واحده بهذه الصوره. الاف تي تساوي صفر عندما t بين الصفر والماينس y، والf t تساوي sin t عندما t بين الصفر والباي. فلو نرسم هذه الدالة، لو نرسم هذه الدالة، هذا ال x axis اللي هو راح يكون الدالة t، وال y axis اللي هو راح يكون f t. f t طبعا راح نستخدم t، راح نستخدم t مو الا t براحتكم، بس احنا راح نستخدم t f t t f t. فبين الصفر والماينس باي، فلو هذا الصفر والماينس قيمة الدالة زيرو، وبين الصفر والباي قيمة الدالة ساين تي. طبعا هاي شلون ساين تي تقدرون ترسموها تعوضون الأبر ليميت واللور ليميت. فساين الصفر زيرو هنا، وساين الباي يساوي 108، ساين الباي هنا هذا الباي يساوي أيضا صفر. بيناتهم نقدر ساين نعوض مثلا الباي على 2، ساين مالتها اللي هو 1، وتكون بهذه الصورة وتكون بهذه الصورة. اذا الدالة المطلوبة بهذا السؤال هي هذه. هي هذه قايل معرفة بوين period معناه من ماينس باي الى باي. 2p تساوي 2p تساوي 2 باي. هذه 1 period، قلنا period اللي هي 2p 2p الفول period 2p. الهاف period اللي هي p على 2 تطلع p equal باي p equal باي. هذه مهمة، هاي اول خطوة لازم تعرفون قيمة P للدالة المطلوب كتابة فورير سيريز إلها. فهنا لدورة كاملة من ماينس باي إلى باي، إذن 2P equal 2 باي 2 باي، لأن من هنا لهنا باي طبعا ناخذ الأبسوليوت، من هنا لهنا باي ومن هنا لهنا باي، إذن 2 باي 2P equal 2 باي، إذن P تساوي باي P تساوي باي. هسه بعد ما عرفنا قيمة P راح نجي نعرف الـ A نوت والـ AN والـ BN الـ Euler Coefficient. الـ A نوت مثل ما عرفنا يساوي 1 على P التكامل من D إلى D plus 2P FT DT. طبعا D إلى D plus 2P معناه التكامل لدورة كاملة، يعني من هنا إلى إلى هنا، يعني من minus باي إلى باي. هذا نقدر نكتبه 1 على P اللي هي باي، قيمة الـ P باي 1 على P اللي هي باي التكامل من ماينس باي إلى باي اللي هي لدورة كاملة من هنا إلى هنا، منا تأخذها أيضا من ماينس باي إلى باي. في الـ FT DT، الـ FT DT بما أنه الـ FT مقسمة إلى قسمين نقدر هذا التكامل نجزئه، يكون من ماينس باي إلى زيرو اللي هي قيمة الدالة زيرو، ومن زيرو إلى باي قيمة الدالة ساين تي. فراح نجزئه إلى جزئين بهذه الصورة. أول تكامل من ماينس صفر إلى صفر
صفر دي تي، هذا صفر يروح، زائد تكامل من صفر إلى باي ساين تي دي تي، تكامل الساين اللي هو ماينس كوساين تي، ماينس كوساين تي من الصفر إلى الباي، نعوض الأبر ليميت الباي واللور ليميت زيرو، يطلع 2 أوفر باي 2 أوفر باي. إذا قيمة الأي نوت، قيمة الأي نوت هنا حسبناه يساوي 2 أوفر باي 2 أوفر باي. هسه نجي نحسب الأي إن، نجي نحسب الأي إن، الأي إن يكون بهذا الصورة، واحد على بي تكامل من دي إلى دي بلس 2 بي اف تي كوساين ام باي تي اوفر بي دي تي. البي عندنا اللي هي باي قيمتها، الدي إلى دي بلس 2 بي اللي هي راح تكون من ماينس باي إلى باي، بما أنه أيضا الدالة هي نفسها مقسمة إلى قسمين، نقدر هذا التكامل نقسمه، فراح يكون من نائل هنا بلس هذا الجزء، فمن ماينس باي الى زيرو قيمة الدالة زيرو الـ FT، قيمة الدالة زيرو مضروبة في كوساين ام باي تي اوفر بي اللي هي باي دي تي، بلس الجزء الثاني اللي هو التكامل من صفر الى باي، من نائل هنا من صفر الى باي، قيمة الدالة الـ FT ساين تي، ساين تي مضروبة في كوساين ام باي تي اوفر بي اللي هي باي دي تي. هذا أول تكامل راح يروح، لأن صفر راح يروح، يبقى لنا التكامل الثاني هنا، التكامل من صفر إلى باي ساين تي كوساين الباي ويا الباي كوساين ان تي دي تي. إذا تلاحظون هنا عندنا تكامل ساين في كوساين، طبعا لازم تراجعون التكاملات لان صعوبة الحل يكون فقط بحل التكامل، فقط بحل التكامل. فايش راح يصير عندكم؟ واحد على باي تكامل من زيرو الى باي ساين تي كوساين ان تي، طبعا ان تي من يعني من واحد للانفينيتي دي تي دي تي. اذا نريد نكامل ساين في كوساين لزوايا مختلفة، أو ساين في ساين لزوايا مختلفة، أو كوساين في كوساين لزوايا مختلفة، راح موجودة ملاحظة راح نثبتها عندنا، هذا التكامل نقدر نكتبه بغير صيغة، نقدر ساين تي في كوساين ان تي نكتبها ساين الفرق مال الزوايا بلس ساين مجموع الزوايا، بلس ساين مجموع الزوايا، هاي قاعدة راح نثبتها يمنا. تكامل ساين في كوساين لزوايا مختلفة يساوي العفو فقط يعني يعني الساين في الكوساين لزوايا مختلفة نقدر نعبر عنها بصيغة ثانية اللي هو ساين الفرق بلس بلس ساين المجموع، ساين المجموع ننزل التكامل من صفر إلى باي دي تي. تكامل الساين، تكامل الساين اللي هو ناقص كوساين ونضرب بمقلوب المشتقة مال التي، طبعا الان هنا كأنما كونستانت، تعاملوا اي ان كونستانت، التي هو الفاريبل، التي هو الفاريبل، فس هنا اذا نطلع تي، اذا نطلع تي عامل مشترك، اذا نطلع تي حنتكلم عن هذا، هذا نقدر نكتبه ساين واحد ماينس ان بي تي بي تي. بس هذا اذا اريده كامله، تكامل الساين ناقص كوساين اللي هو نفسه واحد ماينس ان تي، ونضرب بمقلوب مشتقه الزاويه هي هاي الزاويه، مقلوب مشتقتها اللي هو واحد ماينس ان، لان مشتقة واحد ماينس ان تي هو واحد ماينس ان، واحد ماينس ان. نجي هذا نخليه هنا ايضا، هنا نفس الطريقة، تكامل ساين تي بلس ان تي اللي هو تكامل الساين ماينس كوساين على واحد بلس ان، على واحد بلس ان.
حدود التكامل من صفر إلى باي، من صفر إلى باي. نيجي نقدر هنا نطلع الماينس عامل مشترك إلى الخارج هنا، نعوض الأبر ليميت اللي هي الباي ناقص اللور ليميت، ناقص اللور ليميت اللي هي الزيرو، راح يصير بهذه الصورة، راح يصير بهذه الصورة. إذا تلاحظون كل تي عوضنا مكانها باي أول مرة باي باي، بعدين ماينس تعويض اللور ليميت اللي هو بالزيرو، فراح يكون هنا زيرو بزيرو، كوساين الزيرو اللي هو واحد، كوساين الزيرو اللي هو واحد. هنا نقدر نبسط بعد أكثر، هذا البسط هنا كوساين باي ماينس ام باي، طبعا هذن أرقام باي ماينس ام باي، نقدر كوساين الفرق نستخدمكم متطابقة هذن تحفظوهن، ساين زوايا مجموع زوايا مختلفة يساوي ساين كوساين بلس كوساين ساين، كوساين زوايا مختلفة أيضا يساوي كوساين كوساين، عكس الإشارة ساين 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 ساين. نقدر نستخدم المتطابقات هنا، نعوض نبسط بعد أكثر، نطلع مضاعف مشترك اللي هن ذن أصلهم واحد ماينس ان واحد بلس ان، وبعد ما نعوض مكان هذا الحد من ذن المتطابقات وهذا مكانه أيضا من ذن المتطابقات، راح يصبح لنا بهذه الصورة، راح يصبح الحد بهذه الصورة. الواحد ماينس ان مضروبة في واحد بلس ان، في واحد بلس ان، هذه فرق بين مربعين جاية من الواحد من واحد سكوير ماينس ان سكوير، بس اذا نحللها واحد ماينس ان واحد بلس ان. نيجي نبسط البسط تبسيط بسيط سهل، تقدرون تشوفوه انتو، يطلع ماينس اثنين كوساين ام باي ماينس اثنين، ماينس اثنين. اذا تلاحظون هنا المقام، المقام بي ان، هذا الان عندما تكون قيمته واحد راح يكون كم يعني كوانتيتي على زيرو اللي هي اندترمينت كوانتيتي، ما يصير كمية غير معرفة، لذلك راح نقول الان لا يساوي واحد، يعني هذا قيمة الاي نوت لكن الان لا يساوي واحد، الان لا يساوي واحد. هسه شلون نعرف قيمة الان تساوي واحد؟ شلون نعرف قيمة الان تساوي واحد؟ نجي نعوض واحد هنا اللي هو بالتكامل، من وصلنا للتكامل هنا نعوض واحد قيمة الان، نعوض قيمة الان واحد، فايش راح يطلع؟ واحد على باي التكامل من صفر الى باي ساين تي كوساين تي، ساين تي كوساين تي اللي هو هذا. مبسطة، تكامل ساين في كوساين، تفرضون يو تساوي ساين، مشتقة الساين كوساين تي دي تي، فراح يصير ساين سكويرد على 2y من صفر، تعوضون يطلع يساوي صفر، الاي واحد راح يطلع يساوي صفر، الاي واحد. هذه قيمة الاي ان، قلنا الان لا تساوي واحد، قيمة الاي واحد هذه تساوي صفر، راحت بعد. هسه نيجي نبسط بعد اكثر الاي ان، نبسط بعد اكثر الاي ان، فايش راح اذا طلعنا الاثنين عامل مشترك الخارج تختصر ويا هذه الاثنين، تختصر ويا هذه الاثنين، فتبقى الباي هنا ندخلها، والاشارة الماينس ايضا تدخل، كوساين ان باي، كوساين ان باي، كوساين ان باي، حسب كوساين ان باي نقدر نجزئ الاي ان الى جزئين، الاي ان الى جزئين، فعندما هذا هو الاي ان راح يصير بالصورة الجديدة اللي هي واحد بلس كوساين ان باي على باي واحد ماينس ان سكوير، طبعا بعد ما طلعنا الاثنين عامل مشترك الخارج واختصرناه ويا الاثنين ودخلنا الباي ودخلنا الماينس يصير بهذه الصورة. الكوساين ان باي بالزوايا الفردية، بالزوايا الفردية يكون قيمة الكوساين ان باي، هاي ملاحظة مهمة، بالزوايا الفردية
كوساين ام باي، يعني عندما الان قيمته فردي يكون قيمة الكوساين ماينس واحد دائما، فماينس واحد بلس واحد يكوال زيرو، وبالتالي الاي ان راح يصير زيرو، الاي ان راح يصير زيرو. اذا الاي ان قيمته صفر عندما تكون ان عدد فردي، عدد فردي. عندما يكون قيمة الان عدد زوجي الكوساين راح تكون قيمته واحد، كوساين ام باي راح تكون قيمته واحد، فواحد بلس واحد يساوي اثنين. اذا الاي ان عندما الان زوجي يكون قيمته اثنين على باي واحد ماينس ان سكويرد، واحد ماينس ان سكويرد. هسه حسبنا الاي ان، الاي ان يبقى البي ان، يبقى البي ان، البي ان قانونه واحد على بي تكامل من دي الى دي بلس 2 بي اف تي ساين ان باي تي اوفر بي دي تي. البي عندنا اللي هي قيمتها باي، الاف تي موجوده بالسؤال، لذلك نجزئ التكامل الى جزئين، من ماينس باي الى زيرو عندما قيمه الاف تي زيرو، ومن صفر الى باي عندما قيمه الاف تي ساين تي، ساين تي هذا راح يروح الحد زيرو، يبقى لنا فقط هذا الحد باي ويا الباي، فش راح يكون ساين تي ساين ان تي، ساين تي ساين ان تي. الساين تي وساين ان تي اللي هو ساين في ساين لزوايا مختلفة، لزوايا مختلفة نقدر نعوضه، نقدر نعوضه ساين في ساين لزوايا مختلفة يساوي نصف كوساين الفرق ناقص كوساين المجموع، نصف كوساين الفرق ناقص كوساين المجموع. هسه نكامل تكامل اول حد، تكامل اول حد تكامل الكوساين اللي هو ساين ونضرب مقلوب المشتقة، ايضا هنا تكامل الكوساين ساين ونضرب المقلوب المشتقة، نجي نعوض الساين حسب المتطابقات السابقة بما يساوي، هنا نعوض الساين حسب المتطابقات السابقة بما يساوي، ونعوض الحد الأعلى والحد الأدنى راح يطلع لنا صفر، راح يطلع لنا صفر. ليش؟ لأن دائما راح يطلع لكم بالحدود بعد التعويض ساين ان باي، الساين ان باي حسب لأي قيمة للان يساوي صفر دائما، يساوي صفر دائما، يعني ساين باي، ساين 2 باي، ساين 3 باي، ساين 4 باي كله يساوي صفر، لذلك هسه هنا راح يساوي صفر. أيضا هنا البي الان لا تساوي واحد، نجي نبحث عن قيمة البي ان عندما الان تساوي واحد، نجي نعوض هنا واحد بهذا التكامل الرئيسي، نعوض الان واحد فيطلع تكامل ساين في ساين اللي هو تكامل ساين تربيعي ويطلع يساوي نصف، اذا البي واحد قيمته نصف، البي واحد قيمته نصف. هسه نجي نكتب فورير سيريز، فورير سيريز، فورير سيريز شو تساوي؟ طبعا الحد هسه حسبنا الاويلر كوفيشنت، الاويلر كوفيشنت هذا السؤال وهذه فورير سيريز، حسبنا الاي نوت اللي هو هذا وطلع يساوي قيمته 2 على باي، حسبنا الاي ان، حسبنا الاي ان هذا الاي ان وطلع قيمته مقسمه الى قسمين تساوي صفر عندما الان فردي، ويساوي هذه القيمه عندما الان زوجي. ايضا الاي واحد طلع قيمته تساوي صفر، وايضا حسبنا البي ان، حسبنا البي ان طلعت قيمته تساوي صفر، فقط بي واحد عندنا اللي هو يساوي هاف اللي هو هذا، هذه فورير سيريز. نجي فقط نعوض الحدود اللي حسبناها للاويلر كوفيشنت بما يساويها، فالاي نوت، الاي نوت، الاي نوت اللي هي ايش قد قيمة الاي نوت؟ اثنين على باي، اثنين على باي، تجون تعوضون هنا اثنين على باي، السميشن ان من واحد الى انفين، تجون تفتحون الحد الاي ان حسب قيمة الان، حسب قيمة الان. هنا الاي ان ايش عندنا؟ مقسم الى قسمين صفر، وهنا عندنا قيمة للاي واحد، للاي واحد. البي ان، البي ان ايضا حسبنا، حسبنا فقط عندنا البي 1، البي 1 اللي هو قيمته نصف، قيمته نصف مضروبة في ساين ان باي تي
over p p باي باي ويا باي ساين ان تي. ساين ان تي والبي واحد هنا راح نحسب فقط البي واحد اللي هو بي واحد ساين اللي قيمته نصف مضروب في ساين واحد تي اللي هو هذا البي ون. هذا البي ون هذا الاي نوت على اثنين اول حد اول حد هذا هذا قيمته هذا البي ان والساين ان باي تي فقط عندنا البي 1 فقط عندنا البي 1 اللي هو هذا يطلع الناتج مالته فقط عندنا البي 1 فقط عندكم هذا الحد تحتاجون تفتحوه راح يطلع بهذه الصورة مبسط بهذه الصورة راح يطلع بهذه الصورة ناخذ مثال ثاني اللي هو determine Fourier series أيضا معرفة لـ one period بهذه الصورة FT قيمتها صفر بين الماينس باي والزيرو وقيمتها T سكوير بين الصفر والباي هاي إذا نريد نرسمها راح تكون بهذه الصورة قيمتها صفر بين الماينس باي والزيرو وبين الزيرو والباي قيمتها تي سكوير تي سكوير هذه 1 بيريود كلها 1 بيريود اللي هي يعني 2p تساوي 2 باي اذا ال p تساوي باي اذا ال p تساوي باي من اقول 1 بيريود معناه الداله تكرر نفسها يعني هذه راح تتكرر مره ثانيه اي هيك وراح تصير هيك بعدين تتكرر اي هيك وهكذا ومن الجانب الآخر نفس الشيء. هسه أول ما نبدي نحسب الـ A نوت اللي هي واحد على P تكامل من D إلى D plus FT DT. FT الـ P باي تكامل T سكويرد راح يطلع فقط عندنا يطلع باي تربيع على 3 باي تربيع على 3 نحسب الـ AN واحد على P تكامل من D إلى D plus 2P FT كوساين M باي T على P نجي نعوض ال FT راح نجزئ التكامل راح نجزئ التكامل حسب السؤال لان هو هنا مقسم بين الماينس باي وقيمته صفر هذا دائما بالتكامل يروح فقط عندنا T سكويرد بين الصفر والباي فراح يطلع عندكم تكامل T سكويرد في كوساين M باي T هذا شلون تحلوه تستخدمون طريقة ال UDV مر عليكم بالمرحلة الأولى ال U دي في اوكي طريقة ثانية اسمها تيبولر ميثود تيبولر ميثود بعد ما الكانون راح يطلع بهذه الصورة طبعا انا ما راح احكي على التكامل المفروض انتو تعرفوه شلون فهذا بعد التكامل راح يكون بهذه الصورة طبعا التيبولر ميثود اسهل طريقة لحل هيك نوعية من الدوال كوساين ساين اي شيء مضروب في دالة الاس مالتها بوزيتيف تستخدم التيبولر ميثود كلش سهله فراح يصير هذا التكامل هنا اذا تلاحظون عندكم ساين ان تي فمن تعوض باي فراح يصير عندكم ساين ام باي فدائما يطلع زيرو هذا لحد فنقدر نختصره من البدايه واذا تعوضون نفس الشيء بالاخير بس راح يطلع عندكم زيرو انا هنا مختصره لان ادري راح يطلع زيرو يبقى عندكم فقط هذا الحد من ندخل الواحد على باي راح يكون بهذه الصوره بعد تعويض الأبر ليميت واللور ليميت راح يطلع بهذه الصورة أيضا بما أنه عندنا كوساين ان باي راح نجزئ هذا الـ AN حسب كوساين ان باي ليش لأن أي كوساين ان باي قيمته ناقص واحد عندما تكون ان فردية وقيمته واحد عندما تكون ان زوجية فراح يصير بهذه الصورة الـ AN بهذه الصورة هذا للفردي وهذا للزوجي نجي بنفس الطريقة نحسب الـ BN نفس الآلية راح الـ BN يصير بهذه الصورة راح يصير نجي نكتب Fourier series هذه صيغتها A نوت على 2 بلس الحدود اللي مع الـ AN بلس الحدود اللي مع الـ BN فاحنا حسبنا الـ A نوت وحسبنا الـ AN وحسبنا الـ BN طبعا تقدرون تعوضون فقط المعادله مال الاي ان هنا
هنا أنا فقط مال الاي نوت عفوا هنا أنا. هنا أنا يعني ناتج الاي نوت اللي هو هذا، ناتج الاي نوت هذا باي تربيع على 3، وناتج الاي ان اللي هو هذا، وناتج الدي ان اللي هو هذا، تجون فقط تعوضوهن هنا اي نوت اي ان بي ان، تفتحون السميشن، تفتحون السميشن راح تطلع عندكم فورير سيريز بهذه الصوره، فورير سيريز بهذه الصوره. اما تتركوها بعد التعويض او تبسطون اكثر تفتحون الحدود راح تصير بهذه الصوره. اذا كتبنا الداله المعطاه بالسؤال على شكل متسلسله، على شكل متسلسله. ليش استخدمنا هاي المتسلسله؟ لان هو بالسؤال قال لنا هذه الداله periodic function، بما انه الداله periodic معرفه بدوره واحده نقدر نستخدم فورير سيريز، نقدر نستخدم فورير سيريز. ايضا بهذا السؤال طالب من عندنا انه نثبت ما يلي بعد كتابة فورير سيريز، يقول اثبت انه الباي سكويرد على 12 تساوي هذه المتسلسلة، ايضا اثبت باي سكويرد اوفر 6 تساوي هاي المتسلسلة، وهكذا. فهذا لازم انتو تستنتجوها يعني بالمحاولة والخطأ تشوفوها شلون تصير. انتو اول شي لازم كتبون فورير سيريز، هسه احنا كتبناها. نجي اول وحدة باي سكويرد على 12، باي سكويرد على 12، وهذا رسم الدالة، هذا رسم الدالة. فاحنا شو نسوي؟ نعوض النقاط المعروفة بها قيمة الـ FT، المعروف بها قيمة الـ FT. بس اذا تلاحظون اذا عوضنا الماينس باي هنا أنا دائما الدالة تساوي صفر الـ FT. اذا نعوض صفر دائما قيمة الـ FT تساوي صفر. اذا نعوض باي، اذا نعوض ماي بهذه النقطة، اذا تلاحظون هنا هاي النقطة بها discontinuity، راح تنطبق عليها دريتشليت ثيورم، دريتشليت ثيورم. فقيمة الدالة الـ FT راح تساوي هاف، فالفورير سيريز راح تقترب إلى معدل المسافة من الجهتين، يعني راح تصير نصف هذه المسافة. هنا أنا راح تقترب فورير سيريز. فهسه احنا حتى نحل أول مبرهنة هذه راح نعوض مثلا صفر، راح نعوض صفر بالدالة، فراح الـ FT جت قيمتها صفر، المفروض تطلع الاكزاكت الاف تي. هسه عوضنا صفر، هذه الاف تي هي فورير سيريز. اذا نعوض قيمه صفر تي للتي، نعوضها صفر حسب الداله المعطاه، المفروض تطلع صفر، الاكزاكت فاليو مالتها صفر، لكن فورير سيريز تعطينا قيمه تقريبيه للداله، قيمه تقريبيه للداله، فراح نعوض بمكان كل تي صفر هنا. بعد ما نعوض صفر راح تصير بهذه الصوره، نبسط طبعا بالمحاولة والخطأ لازم نبسط. فهسه اذا نقلنا الباي سكويرد على 6 للطرف الايسر وقسمنا على 2 نتخلص من هاي، راح تطلع هذه اول وحدة، راح تطلع هذه اول وحدة. الثانية، السؤال الثاني المطلوب اثباته، هذا المطلوب اثباته، راح نعوض قيمة للتي تساوي باي مثلا، نعوض قيمة للتي تساوي باي، راح نعوض باي. من نعوض باي راح تساوي معدل المسافة اللي هي راح تطلع باي تربيع على 2، باي تربيع على 2. ايش باي تربيع على 2؟ هذه هنا قيمتها. هسه اذا نعوض تي تساوي باي، فوين اعوضها هنا؟ راح تصير قيمة الاف تي باي سكوير. إذا نص هنا نص المسافة هذه راح تصير باي تربيع على 2، باي تربيع على 2 هذه النقطة. فهنا طلعت باي تربيع على 2 تساوي، هسه نجيب قيمتها من الفورير سيريز اللي هي هذه، اللي هي هذه فورير سيريز، راح نعوض باي سكوير هنا، العفو باي، راح نعوض، نبسط ننقل هذا الغير طرف نقسم على 2 راح تطلع باي تربيع على 6 المطلوبة اللي هي بالضبط مثل ما معطات بالسؤال. هسه اذا تلاحظون اذا نجمع الاولى ويا الثانية، الاولى ويا الثانية راح تطلع لنا
الإثبات الثالث، الإثبات الثالث. وهكذا يعني تستخدمون هيجي أسلوب لحل هيجي مبرهنات باستخدام فورير سيريز. هنا عندكم تحتاجون قلنا بالتكاملات إذا كوساين في كوساين لزوايا مختلفة، هنا مضروبة في ام وهنا في ان، ساين في ساين لزوايا مختلفة، ساين في كوساين لزوايا مختلفة حسب هذه القواعد. الكوساين في الكوساين نصف كوساين الفرق بلس كوساين المجموع، ساين في ساين نصف كوساين الفرق ماينس كوساين المجموع، ساين في كوساين يساوي نصف ساين الفرق بلس بلس هاي طبعا تتبون هنا ساين المجموع، ساين المجموع، ساين المجموع. هذا اللي تحتاجوهن بالتكاملات. اذا يطلع لكم تكامل ساين لزوايا مختلفة، كوساين في كوساين لزوايا مختلفة، ساين في كوساين، اللي تحتاجون ذني حتى تكاملون. هذا اللي هوم وركات بالكتاب موجودة. شكراً.